نحضر البطولة العالمية بالمغرب اللي فيها تم فرق، وإن شاء الله إحنا الفريق الوحيد اللي نمثل الجزائر، نمثل وهران، نمثل الجزائر، وإن شاء الله نكونوا سفراء ونفرحوا الشعب الجزائري بهذه البطولة اللي غادي تكون من 31 وحتى 65 دور. البطولة إن شاء الله بعد ما قبل 15 سنة وشاركنا في البطولة العالمية بفريق الكتاكيت بالسويد، والحمد لله درنا نتيجة إيجابية وعندنا احتكاك مع يعني مع العالم كله، وإن شاء الله هذا مليح لأولادنا، رانا مع أولادنا إن شاء الله باش نطوروا يعني هذه اللعبة يعني دولية إن شاء الله. تمنى الدورة هذه المشاركة تاعنا تكون إن شاء الله تكون مشرفة، نقول اللي الجزائر هي اللي تشارك في هذه الدورة تاع كازابلانكا، إن شاء الله نكونوا في المستوى ونكونوا تاع نكونوا إن شاء الله نشرفوا العالم الجزائري ونشرفوا الجزائر إن شاء الله.